حكي سوري. حكي سوري. مرحبا، انتو بحلقة جديدة من برنامج حكي سوري. هذا البرنامج بتسمعوا من راديو روزانا السوري. اليوم لقائنا حيكون بهنتر. حكي سوري برنامج تسمعوا كل سبت الساعة 1 الظهر بتوقيت دمشق. طبعا فيكن تسمعونا على روزانا.fm مثل كل برامج روزانا التانية. فيكن تسمعونا عبر FM 98.5 بعنتاب ومحيطة، وأيضا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وتطبيقاتنا على الأندرويد والأبل. ضيفي لليوم كاتب تركي هوا سوري من ماردين، درس العلوم الشرعية واللغة العربية على يد كبار العلماء، بيكتب بالعديد من المجلات والصحف الرسمية، وكان رئيس التحرير في مجلة سرنجمة الأدبية في اللغة التركية. لديه أيضا العديد من المؤلفات باللغة التركية، وترجم العديد من الكتابات من اللغة العربية إلى اللغة التركية. آخر مؤلفاته رواية حتى الفراشات تبكي، يرصد من خلال هي الرواية القضية السورية خلال 7 سنوات الأخيرة. ضيفي لليوم الكاتب التركي ذو الهوى السوري جلال دمير. أهلا وسهلا فيك على هوى روزانا. أهلا وسهلا وشكرا لضيافتكم هنا باستوديو روزانا، وطبعا أرحب بجميع المستمعين لراديو روزانا، أرحب بهم. سيد جلال، عملك الحالي مدير مخيم للاجئين السوريين بمدينة نزب التركية، كيف بتصف عملك أول شيء؟ هل تعتبره عمل صعب أو هو عمل عادي مثل أي عمل تاني؟ سؤال جميل جدا، يعني سؤال جميل وسؤال مهم جدا. طبعا عملي صعب جدا، ولكن بنفس الوقت مريح جدا. صعب لأنه عمل مشاق، تحل مشاكل الناس، هذا عمل مشاق، ولكن مريح لأنك تساعد الناس، تحل مشاكل الناس. كلما تحل مشاكل الناس ترتاح نفسيا. يعني ممكن بدنيا الإنسان يتعذب، ولكن نفسيا يرتاح كثير. لذلك عملي بدنيا مشاق جدا، يعني أبدأ من الصباح حتى المساء، أحيانا يكون الساعة 11-12 أكون بالمخيم. بدنيا أتعب جدا، ولكن نفسيا مرتاح. حينما أنام أكون مرتاح. لماذا؟ لأنه كل يوم أحل مشاكل الناس، كل يوم أحل مشكلة أخرى، مشكلة جديدة. وطبعا عنا بالمخيم في تقريبا 9000 إنسان، معظمهم أطفال ونساء. معظم هذه الناس معظمهم أطفال ونساء، لذلك المشاكل يوميا يكون مشاكل جديد، كل يوم يكون مشكلة. يعني اليوم نحل المشاكل تمام، يعني غدا ما في، لا يوجد هكذا شيء. كل يوم يكون مشكلة جديدة. ما هو المشاكل؟ مشاكل الناس، يعني مشاكل نفسي، مشاكل العائلة، العائلة بالمخيم، ولكن فرد من العائلة بخارج المخيم يريد دخول فرد للمخيم، أو الأب بالمخيم ابنه بمكان أخرى يريد زيارة لأبيه لعائلته، أو الشخص يريد أن يخرج وكذا. يوميا يتجدد المشاكل، ولكن الحمد لله العمل كما قلت بدنيا متعب، ولكن نفسيا مرتاح جدا. اللاجئين السوريين بهذا المخيم يلي بديره حضرتك سيد جلال، قديش تغيروا من أول إنشاء هذا المخيم لهلأ؟ يعني مثلا أملهم بالعودة، تأقلمهم مع وضع المخيم، كيف بتشوف الوضع؟ يعني طبعا الوطن الإنسان، يعني مهما يكون خدمات المخيم بالمخيمات، الخدمات يكون متوفر، وجدا الخدمات متوفرة بالمخيم، يعني من خدمات التعليم، الدعم النفسي، الخروج وكذا، كله يعني على راح. الناس مرتاحين جدا بالمخيمات. يعني يمكن يعني إذا كان لقاء مع واحد من أهل المخيم سوف تجد أنهم مرتاحين بالمخيم جدا من جميع النواحي.
ولكن مهما يكون الشروط متوفر، مهما يكون الخدمات متوفر، مهما يكون عنده مال، مهما يكون عنده أصدقاء تراك، مهما يكون كل شيء، وطن الإنسان لا يملأ شيء مكان الوطن. لذلك جميع الناس الذي أراهم يوميا أو نلتقي أو نتحدث يعني عادي، الكل سوف نرجع إلى بلادنا. يعني هذه الكلمة الأخيرة، وسوف نرجع يوما ما، سوف نرجع إلى وطننا إلى بلادنا. لذلك يعني أنا التقيت العديد من الناس، يعني تقريبا أستطيع أن أقول يعني أشخاص الذين تعرفت عليهم من بداية المخيم حتى الآن أكثر من 50,000 إنسان الذين من سكان المخيم فقط، عدا الباقي المخيمات. يعني صار لي وظيفة بخارج المخيم أيضا، نظرت إلى مخيم كليس، إلى مخيم ماردين، إلى مخيم استحيا. لذلك الجميع جملة واحدة، إن شاء الله يتحسن يستقر الوضع وسوف نرجع إلى بلادنا. نأخذ فاصل ونرجع نسمع قديش جلال دمير تأثر بعمله بمخيم اللاجئين السوريين. حكي سوري، حكي سوري. Future. Yeah. Further step for out of hope. Because we hope that we think that we deserve better conditions, legal condition, legal status. And we have a hope that we can achieve that. Bagajsızım sadece birkaç kıyafet. Kahvaltım çayla simit. Benim hikayem neydi unuttum. Elimde yaralar biraz da cüret. Bırak artık dünyayı zarları hileli. Yorgunsun yüzünden belli. Bırak artık dünyayı zarları hileli. Ağlamışsın gözlerinden belli. Ne ateşler yanıyor, ne ateşler sönüyor, ne savaşlar oluyor, ne gidenler dönüyor. Limanında gemiler var mı? Sinirlerim laçka, dolunaydan mı? Ter içimde, heyecandan mı? Kalbimde bana yer var mı? حكي سوري. ورجعنا وانتو عم تسمعوا برنامج حكي سوري على هوا روزانا، وبدي ذكر بضيفي جلال دمير الكاتب التركي ذو الهوى السوري. رواية حتى الفراشات تبكي، ليش كتبت هاي الرواية؟ شو هدفها وعن شو بتحكي؟ سؤال جيد أيوان. يعني حتى الفراشات تبكي اصلا، يعني انا عن لي عديد من الكتب من قبل بالتركي، ولكن يعني في لمده 7 سنوات بالمخيم، من البدايه كنت اكتب ملاحظاتي دائما على دفتري الخاص، اكتب ملاحظاتي دائما. كنت حينما التقي واحد ياتي الي يطرح علي مشاكله، كنت احل المشكله، كنت اكتب. واحد يأتي يقول أولادي مثلا استشهدوا، كنت أكتب أسجل اسمه معلوماته ويبرك عندي وأكرمه شاي وأستمع منه حكايته ماذا حصل كيف حصل، وكنت أسجل. لذلك من بداية الأحداث حتى اليوم سجلت عندي الدفتر الخاص العديد من الحكايات والروايات، يعني تقريبا 100-150 حكاية عندي موجود. بعض هذه الحكايات طلب مني وزير الاتحاد الأوروبي التركي، طبعا طلب مني الحكايات، أنا أرسلت له تقريبا ما يقارب 40 حكاية،
الوالي طلب مني حكايات، أرسلت له العديد من الحكايات. طبعا حتى الفراشات، حتى الفراشات تبكي. يعني رأيت أنه الناس، الشعب السوري تألم وتعرض للظلم كثير، ولا أحد يسمع، ما يعني لا أحد يستمع الشعب أنه ما حس ماذا حصل بك، ماذا عشت، ماذا جرى بسوريا. يعني عنا الأخبار شيء بسيط أنه في قتل، في قصة، في كذا قتل أو وفاة 50 شخص 20 شخص فقط، نصف ساعة ينتهي. ولكن يعني أنا عندي بعض الإحصائيات، مثلا أنا دائما أقول هذه الكلمة، في 1,000,000 شهيد، يعني 1,000,000 شهيد. طيب هي هذه 1,000,000 شهيد لأجل ماذا؟ لأجل الحرية، صحيح؟ طيب من الذي يعرف أنه هذه 1,000,000 إنسان استشهد ولكن لأجل ماذا؟ يعني هناك أهداف، هدف لي اثنين، أنا أقول هدفي الأولى هو للشعب التركي، هدفي الثاني للشعب السوري. إن شاء الله سوف أترجم إلى العربي. الشعب السوري أنا فقط المخيم الذي أنا موظف فيه، عدد الولادة بالمخيم فقط 2,000 ولادة بالمخيم بشكل كامل. العدد الأشخاص الأولاد الذين كانوا أتوا إلى المخيم كان عمرهم سنة، سنتين، 5، تقريبا ما يقارب فقط مخيم نزيب، أقول فقط المخيم الذي أنا موظف به، عدا المدن، عدا القرى، عدا باقي المخيمات، لأنه في تركيا أكثر من 20 مخيم، 25 مخيم. نعم، في تقريبا 10,000 أولاد، 10,000 يعني الذي أتى عمرهم كان سنة، سنتين، 4، والآن صار أصبحوا شباب. هذه الجيل لا يعرف شيء عن قصة عائلته، لا يعرف شيء عن قصة وطنه، لا يعرف شيء عن قصة أبيه وأمه، لا يعرف شيء عن الوطن، لا يعرف شيء عن الثورة، لا يعرف ولا كلمة عن الثورة. يعرف أو هكذا لأنه وجد نفسه في المخيم، يتوقع أنه الحياة هكذا. بعض الناس يكون لاجئين بالمخيمات، يسكنون بالمخيمات، وبعض الناس يكونوا بالقرى، بعض الناس يكون بالمدن، هكذا يتوقع الطفل. يعني إذا ما علمته، طيب التربية والتعليم، هل هناك خطة للتاريخ القريب؟ لا يوجد. هل هناك خطة للجمعيات، للمثقفين، للأكاديميين، لوصل الثورة للأولاد؟ لأنه جيل يعني يقدم ورائنا جيل لا يعرف شيء عن الثورة، لا يعرف شيء ما حصل بسوريا. برأيك الشخصي جلال، كم رواية وكم كتاب بينكتب عن ما حدث بسوريا خلال 7 سنوات الأخيرة؟ يعني يجب أن يكتب جدا، لأنه تاريخ ويضيع تاريخ. نحن الآن نشاهد تاريخا، يعني بعد ممكن 50 سنة، 40 سنة التاريخ سوف يتحدث عن ما نعيشه الآن. نحن الآن نشاهد تاريخا، وسوف يتحدث عنه التاريخ، تاريخ الدنيا، كل الدنيا سوف يتحدث عن ما نعيشه الآن، عن ما نعيشه الآن، عن ما نشاهد الآن. لذلك يجب أن تسجل الآن ما يحدث كي لا يكون تاريخ خطأ. يعني بعدما ذهب، مضى الوقت، كلما يمضي طبعا نقل الرواية يختلف، يكون فيه أشياء غير صحيحة. ولكن إذا يعيش الناس الذين شاهدوا، إذا التقيت مع الناس الذين شاهدوا هذه الحرب وعاشوا ما كل الظلم الذي ظهر من أسد، إذا التقيت معه وكتبته سوف يختلف. بعد سنوات سوف يتوفي هذه الشخص، لا يبقى الشخص. وأنا قلت قبل قليل الجيل القادم لا يعرف شيء عن الثورة، الذي عاش
إذا توفي فماذا سوف تكتب؟ سوف يكون كله كذب، يعني يكون فيه غلط، يعني لا يكون صح. لذلك إجباري يجب أن يكتب التاريخ، يكتب حتى لا يضيع الحقيقة. نحتاج إلى الكتابة، العديد من الكتب. هل في كتب؟ لا يوجد للأسف. لا، أنا ما سمعت، يعني ممكن أن يوجد، لا ولا بالعربي، لا ولا بالإنجليزي ولا بالتركي. كتابي أول كتابة، كتابي يعني من ناحية الرواية حكيت، ولكن هناك ممكن أن يكون من ناحية قصة، من ناحية يعني أكاديمية وكذا، يجب أن يكتب، ولكن للأسف حتى الآن ما في كتاب باللغة التركية خصوصا. يعني باللغة التركية أنا متأكد أنه باللغة التركية ما في كتاب يتحدث عن ما تحمله الشعب السوري في حرب الأخير. رواية حقيقية، حكاية حقيقية، يعني كلما أتحدث، كلما يعني مكتوب كله حقيقة، يعني ما في شيء، حتى الأسماء حقيقة، حتى الأماكن، أسماء الأماكن حقيقة كلها. لذلك يعني ممكن نحتسبه سيرة ذاتية، ولكن رواية يظهر على حقيقة. أنا قلت قبل قليل أنه حكاية امرأة تربت 20 يتيم، حكايتها من الطفولية حتى اليوم، حتى ما عاشت الامرأة بالمخيم، حياتها بالمخيم، حياتها مع أولادها مع أحفادها. رح ناخد فاصل ونرجع نحكي عن شيء مختلف تماما، انتظرونا. حكي سوري، حكي سوري. uyandım birden seninle gece üçü bulmamış bir bulut durdu gözümde hasret bize uymamış uyandım birden seninle gece üçü bulmamış bir bulut durdu gözümde hasret bize uymamış kalp kalbe karşı Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker giden Geceyi düşündün mü? Yalnızlık bende saklı Çıkmaz bir an dışarı Elimde bir fotoğraf O şimdi burada olmalı O şimdi burada olmalı حكي سوري حكي سوري ورجعنا وبدي ذكر انتو عم تسمعوا حكي سوري وضيفي لليوم الكاتب التركي جلال ديمير رغم وجود 3.5 مليون لاجئ سوري بتركيا تتهم تركيا دائما بأنها تلعب بورقة اللاجئين السوريين مع أوروبا شو بتعلق على هاي التهمة؟ يعني اتهام غير صحيح وليس في مكانه لماذا؟ فليتفضل أي دولة يستقبل 3 مليون لاجئ سوري يستضيفهم في وطنهم في بلادهم في دولتهم فليلعبوا بأي ورق يشاءون أي يريد أحتسب الدول الخليج فليستقبلوا ليس 3 مليون فليستقبلوا 2 مليون يستضيفهم في وطنهم أش بدهم يفعلوا ماذا يريدون فليفعلوا ليس سهل بسيط أن يتحدث أحد يقول أنه تركيا
يعني بورق لاجئين. يعني لا أحد للأسف الدنيا العالم كله شاهد على ذلك بأنه ما في دولة استقبل السوريين كإنسان. هذه مهم جدا يجب أن نضع تحته خط أحمر. لا يراه حتى الآن رسميا ما في، لا يسمح، لا نسمح باستعمال كلمة لاجئ، نقول مهاجر، نقول إخوة، حتى على الأوراق لا نكتب. هذه وضع مهم، ليس مثل الدول الأوروبية، ليس مثل الدول الخليج، يعني لا يوجد لهم ولا أي حق ولا أي شيء. طبعا إذا واحد من دولة الأوروبية يستقبل 500,000-2,000 لاجئ فهذا بسيط، يعني إذا قلل العدد فالاستضافة يكون أحسن أكيد، ولكن إذا 4 مليون فيختلف الوضع. يعني من ناحية الاقتصاد، من ناحية المجتمع، من جميع النواحي. لذلك تركيا جدا سوف يكتب التاريخ بأن تركيا يعني فعلت شيء عظيم جدا، والشعب السوري أنا متأكد من ذلك، الشعب السوري سوف يعرف، سوف يفهم بأنه، ويفهم الآن يعني، أن تركيا الدولة الوحيدة الذي وقفت جنب الشعب السوري بشكل كامل. لا يوجد، لا ما وجدوا ولا أي حكومة، أي دولة وقف بجنبهم من البداية حتى النهاية، يعني من بداية الأحداث حتى اليوم. كيف بتشوف وضع اللاجئين السوريين بتركيا مستقبلا، أو كيف بتشوف الوضع السوري بشكل عام مستقبلا؟ سؤال صعب جدا، يعني سؤال صعب من هذه الناحية، سؤال صعب. لماذا؟ لأن يعني إذا تحدثنا عن المستقبل فلا نرى مستقبل يعني يريح نفس الإنسان، يريح يعني يرتاح الإنسان حينما تفكر في المستقبل. يرتاح الإنسان حينما تفكر بالمستقبل فتريد ترجع لليوم، لا تريد أن تفكر بالمستقبل، يعني تريد ترجع لليوم. ولكن رغم كل شيء هناك قدر من الله، يعني نتمنى من الله أن يكون المستقبل أحسن وأفضل مما نتخيل أو مما نحتسب أو مما نفكر به. يعني إذا الشعب السوري، إذا المثقف الأكاديمي السوري إذا عمل عمله مثل اليوم، مثل الحالي، فوالله الوضع المستقبل سيء جدا. ولكن إذا اختلف الوضع فممكن أن يكون أحسن. لماذا قلت هذه الكلمة؟ أنا في لقاءاتي أقول هذه الكلمة أيضا، هذه مهم جدا. الإخوة السوريين حينما هاجروا لتركيا كانوا يحتاجون إلى مأوى، يحتاج إلى يعني أكل ويبيت فيه يأكل، كان هذا ضروري، كان هذا الشيء أهم من كل شيء. كنا لا نفكر بثقافته، بتربيته، بعلمه، بتطوره في علمه، بفعل إجراءات بعض الأعمال الثقافي والفني وكذا. لماذا؟ لأنه هو نهرب من الحرب، يحتاج إلى الحياة، يعيش عيش. كنا نؤمن له، نسعى أن نؤمن له فقط حتى أن يعيش. ولكن الآن اختلف، مضى على الثورة 7 سنوات 8 سنوات، الناس تمكنوا والحمد لله ما بقى لهم مشكلة العيش. الأكثرية استقروا، صار لهم محلات، صار لهم راتب، صار لهم كذا، صار لهم أصدقاء، يعني اختلف الوضع. لا أحد يحتاج إلى المساعدات الإنسانية وكذا. فلذلك أتينا إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية ما هو؟ المرحلة الثانية هو تطور المجتمع السوري من ناحية الثقافة، من ناحية العلم، من ناحية الفن. ولكن للأسف لا نجد أي واحد يعني يدل، يعني مثلا المنظمات السورية أيهما رتبوا نشاطات
لتوجيه الأولاد للجامعات؟ من الذي مثلا فعل نشاطا بالتطور علمي فني وثقافي؟ الآن المنظمات، الأشخاص، الأكاديميين، الأغنياء، المنظمات، الكذا الكذا، يجب عليهم أن يعملوا في هذه المجال، مجال تطور المجتمع من جميع النواحي. إذا ما بادروا بهذه العمل، ما بدأوا بهذا العمل، فالمستقبل سيء جدا. ولكن إذا بدأوا فعلنا شيء، فإن شاء الله سوف يكون مستقبل جيد. جلال ديمير، شكرا لك أنك كنت معنا على هوا روزانا، بهوا سوري ومن تركي محب. حكي سوري، حكي سوري. كنتوا ببرنامج حكي سوري، البرنامج اللي بتسمعه من إذاعة روزانا السورية، وضيفي لليوم كان الكاتب التركي ذو الهوى السوري جلال ديمير. بدي أقول مثل ما بقول دائما، الله يحمي سوريا ويحمي كل السوريين وين ما كانوا. كنت معكم أنا لينا شواف من وراء المايك، وبالكنترول كان معي أحمد. شكرا أحمد، تزورونا الأسبوع الجاي بنفس التوقيت. باي باي. حكي سوري، حكي سوري. Thank you.